برحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز اكيد مهم مع الانطلاقه الاولى ومع الموسم الاستنسائي والفتره الكبيره جدا اللي فاتت، تدريبات ومجهود كبير جدا. اكيد طبعا من سعيدنا يكون معانا الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد، يعني فتره كبيره جدا كانت صعبه واللعيبه كانت متشوقه انها تكون في النصف الاخضر. النهارده عايز اتكلم بشكل عام على المباراه، مش هتكلم على الاداء لان يعني اكيد الفتره اللي فاتت على كل اللاعبين وعلى كل بطوله الدوري العام، لكن بشكل عام النهارده نقدر نقول اللعيبه ادت بشكل ايه، ونقدر نقول كمان الفوز بيمثل ايه النهارده لعيبه النادي. الحمد لله طبعا، يعني تحيات الكابتن ايمن شوقي الاول، ومبروك ولكل اللي معاه في الاستوديو، التوفيق يا رب دايما ان شاء الله. طبعا يعني الحمد لله ده وضع طبيعي من حاله فتره غياب طويله جدا، مكسب مهم جدا جدا في البدايه، يمكن الى حد كبير يعني استحواذ كان موجود، كانت الفرص يعني في الشوط الاول مش على القدر بتاع الشوط الثاني، لكن الشوط الثاني من بدايته كان في اصرار، ويمكن الراجل برضو قال لهم يعني مقبول الاستحواذ وكل حاجه بفتره الغياب ديت، لكن محتاجين شراسه اكتر من كده، محتاجين شغل على الجون اكتر من كده، محتاجين يبقى في فعاليه اكتر من كده، والحمد لله 4 مين ربنا وفقنا في الشوط الثاني. مكاسب بغض النظر عن النتيجه، مكاسب نشوف حمدي فتحي النهارده كمان، يعني برغم ان هو لعب مباراه سموحه ولعب مباراه الجونه، لكن تواجده ورجليه في الملعب كابتن سيد، كمان محمد هاني هدف رائع، يعني سرعه بديهه ورؤيه على طول شايف الجون طلع، مكاسب كتيره جدا من جانب اللعيبه الاحراز الاهداف. صح، حمدي فتحي ما لعبش معانا خالص، خلي بالك ما لعبش خالص ماتشات خالص يعني، لكن تدريبه هايل جدا، هو شخص الى ابعد حد احترافي يعني، موجود على طول في دائره الاهتمام ودائره التركيز، موجود بشكل كويس قوي، ربنا سبحانه وتعالى كمان بيكافئه لان هو كمان بعد غياب طويل جدا جدا، لكن حالته الحمد لله كويس ربنا يحفظه. يعني محمد هاني واحد من الاعمده المهمه جدا في الفرقه، ويمكن العالم كله دلوقتي على فكره الاطراف بقت مفاتيح فوز في العالم كله يعني، فمهم جدا يعني الموضوع ما بقاش حته باك رايت وباك ليفت، يعني بتتكلم دلوقتي عن دول اكنهم ناس ادوات مساعده جدا في الحته الهجوميه يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء، يعني كان فوز مهم جدا زي ما قلت لك في البدايه، وكان فوز مهم جدا في ظل برضه يعني مش عايز اقول ظروف، لكن خصوصا الناحيه اللي قدام غيابات كتير جدا في الجناب طبعا يعني، لكن في النهايه برضه كلنا ثقه جامده جدا، ودايما الواحد بيقول للعيبه كده يعني احنا عندنا ثقه في كل الناس، مهم يبقى كمان انتوا كمان عندكم ثقه في نفسكم، وده مهم جدا الحمد لله. البرنامج التدريب بكره فيه تدريب، هنستعد ازاي للمباراه اللي جايه؟ الوقت خلاص مفيش وقت بقى يعني، كنا حاطين برنامج الفتره اللي فاتت كان اخره النهارده، هنقعد مع الراجل دلوقتي ويحط البرنامج اللي جاي، عندنا مباراه مع الانتاج برضه مباراه مهمه في يوم الجمعه اللي جايه، فان شاء الله الرحمن نديها بنفس الصوره ونديها بنفس الاداء، ويا ربنا يكرم باذن الله في المكسب. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير